السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ساعات الواحد بيبقى شغال ملف أوتوكاد وفجأة إن في بعض الحاجات مش محطوطة على اللير مظبوطة، فالمفروض إن أنت تعرف إيه الحاجات دي وبعد كده تعمل سيلكت وتحطها على اللير اللي أنت عايزها. طيب عشان نعرف اللير مظبوطة ولا مش مظبوطة، في أمر كويس أوي اسمه لير ووك، تمام؟ بيبدأ يجيب لي الحاجات بالشكل دوت، وأي لير أنت بتجيبها بيظهرها ويخفي الباقي. يعني مثلا اخترت دي، فبيبدأ يخفي ويظهر بس الحاجات اللي موجودة على اللاير ديت، تمام؟ يعني ده مثلا سي سي تي في، ودي برضه سي سي تي في ام او اي، وهكذا. فدي مفيدة جدا إن أنت تعرف الحاجة محطوطة على اللاير بتاعتها ولا لأ، يعني الحواجز كلها محطوطة مثلا على اللاير بتاعتها ولا لأ. خليكم مثلا ننزل شوية، وده يفيدك برضه لما تدخل لوحة الأوتوكاد مثلا على الريفت، يبدأ يجيب لك الشغل هل هو مظبوط ولا في مشاكل، تمام؟ بدل ما تدخله في الاخر تكتشف ان الوول محطوط على اللير دور او ويندوز او كذا، اي حاجه مش محطوطه على اللير بتاعتها بتعمل عليها سيلكت وتروح مغير اللير بتاعتها. وممكن تعمل سيلكت لاكتر من حاجه بالشكل دوت، تمام؟ ده مثلا الابواب، تمام؟ هتلاقي الابواب هي الموجوده هي اللي ظاهره. ده مثلا الدور تاج، تمام؟ ده الفلور، ده الفرنتشر، وهكذا. لو في لير بتعمل عليه سيلكت ومش موجود، فتأكد ممكن يكون مفيش عليها عناصر، فجرب تعمل امر بيرش، هيبدأ يجيب لك طبعا الليرات. في دي تقريبا 4 ليرات، فدي معرفش حاجة.